FM 6-12 على FM أحلى راديو. صباح النور، صباح الفل، يوم الجمعة 28 أكتوبر 2022. إن شاء الله تكونوا بخير وين ما كنتوا تسمعوا فينا. جمعة مباركة للناس الكل كالعادة. جونا ديز دوز حتى النص النهار معكم يوسف البحري وكل الفريق، من أبو غنجة في الإعداد، نور بولابيار في الإخراج، إيمان في الإخراج الرقمي، وكل فريق ريزو سوسيو فيسبوك إنستغرام تيك توك راديو إيفام. إن شاء الله جاكم كيما جونا، نحن جونا ديز دوز. انتم تسمعوا في جونا ديز دوز مع يوسف البحري. جونا ديز دوز EFM 6-12 على EFM أحلى راديو. البارح اختفت قناة يوتيوب تاع الوطن، هي الأولى. باش نعرفوا أكثر التفاصيل بعد شوية مع فايز العرفيوي في ميديا ماك ذا دريمر، باش يكون معنا بالتليفون باش نحكيوا على مشكلة بينه وبين القناة الوطنية على حقوق الملكية. هذا الكل أبارتير من توا حتىكش النص النهار. جوست نخرجوا بوب أختي فايزة ونرجع. يلا العشرة و 22 دقيقة عليا في محل راديو. شكرا على الاستماع. جونا ديز دوز حتى النص النهار. فايزة العرفيوي، اهلا وسهلا. اهلا، مرحبا فايزة. يا نور، اي يعطيك حاضرة. حاضرة. يلا لانو عنا انفيتي بالتليفون يستنى فينا توت سويت. ميديا ماك فايزة العرفيوي. أيا مرحبا بكم. البارح العشية نتفاجئوا الكلنا باختفاء قناة اليوتيوب القناة الوطنية الأولى، مع اختفاء جميع المسلسلات الموجودة فيها. برشا تساؤلات، هل تمت قرصنة القناة؟ شنو اللي صار بالضبط؟ بعد المكلف بالإعلام في التلفزة الوطنية الياس جرية في تدخل إذاعي يقول إنه اللي صار هو في علاقة بحقوق البث، وباش يتم حل المشكل في القريب. ليتضح بعد إنه اللي صار هو بعد تعديات متكررة من التلفزة الوطنية على أعمال صنع المحتوى ذا دريمر اللي هب التدوينة. قال فيها: يؤسفني أن أعلمكم أنه تم اليوم إغلاق القناة الوطنية نهائيا على اليوتيوب إثر التعديات المتكررة في العديد من البرامج على حقوق الملكية الفكرية لأعمالي، وقد تم معاينة العديد من التعديات من قبل قنوات أخرى خاصة تونسية وأجنبية، سيتخذ في شأنها الإجراءات القانونية اللازمة. احترموا حقوق الملكية. باش تعرفوا أكثر اللي صار معنا يوسف صنع المحتوى ربيع ذا دريمر. ربيع، صباح النور. عسلامة، صباح الخير، شحوالكم؟ عايشك. ليش نحوالك ربيع؟ ربيع، شنو اللي صار بالضبط؟ الحقيقة معناتها اللي صار هو قاعد ديما يصير، معناتها ما حكيتش أول مرة على المشاكل هذه متاع الكوبي رايت ومتاع التعديات اللي قاعدة تصير معناتها على المحتوى. مش عن بون، أنا عندي برودكشن إن بود دو كود، معناتها سي با معناتها ماهوش كان صنع محتوى على لي ريزو سوسيو. معناتها أنا مخرج أفلام وثائقية، معناتها وخدمت في برشا برامج، منهم معناتها فما برنامج تذكرون كل 50 مينيت انسايد اللي خدمت على تونس، وخدمنا برشا حاجات معناتها حتى على معناتها خارج مواقع التواصل. ولكن كان فما برشا تعديات، صار تعديات من وزارة الثقافة، صار تعديات من في دبي مرة مع وزارة التجارة، صارت برشا مشاكل، والتلفزة التونسية واحدة منهم اللي كانت معناتها في برشا برامج ما تاخذ الماتير نتاعي، ياخذوا الخدمة نتاعك كسوسوا ياخذوها كاملة كيما هي، وينحيوا لك اسمك وينحيوا لك اللوجو نتاع القناة نتاعك، ينسبوها لروحهم. معناتها كأنه نحن نحكيوا على كيما شنو الأعمال هذه ربيع؟ هو الأكثرية ياخذوا الأعمال اللي فيها بروموسيون على تونس، الأكثرية معناتها الأعمال اللي يلقاو فيها تصويرة مزيان على تونس وكل، ياخذوها من غير ما يشاوروك، من غير ما حد شيء، ويفسخوا لك اليوم تي تي نتاعك، ما يقولوش كل مخرج، ينحيوك معناتها أنت تكون معناتها مكتوب اسمك المخرج كذا كذا ولا إخراج معناتها ربيع بن إبراهيم، يفسخوا ربيع بن إبراهيم، يفسخوا الإخراج، يفسخوا لك اللوجو نتاعك نتاع القناة نتاعك، ويحطوا اللوجو نتاع القناة نتاعهم، معناتها مش بركة ياخذوها وزيد يحطوا عليها وكأنهم هما خدموها. وهذه صارت تعديت برشا مرات، وفي نهار أنا راني شكيت لحتي اللي عملت، قبل تكلمت شوية على الغيزو، طلبوا سماح، معناتها معناتها نحكي على وزارة الثقافة الوحيدة اللي معناتها ديجا طلبت السماح وسامحت، ديما نسامح وديما نتعدى،
ولك المره هذه من اليوتيوب بيدو معناتها اليوتيوب اذا كان يلقى ماتير خاطر لازم العباد تفهم راه مش انا هو اللي خل جست نفسر ربيع للعبيد ممكن اللي مش فاهم شنو صاير بالضبط. راهو اي كرياتور دو كونتينو اي يوتيوبر كي تتخذ خدمته من لي ريزو نتاعو الكل وسورتو على اليوتيوب راهو فما كيما نقولوا نحنا السترايك هذا الاولانيه التنبيه الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه لين يسكروا لك الشين نتاعك. نتصور الحقوق الملكيه كان مش على ربيع فقط قناه الوطنيه راهي استعملت مع برشا عبيد على حقوق الملكيه باش وصلت تسكرت الشين نتاعهم. راهو يوتيوب وحده مش ربيع سينيالي باش نبداو واضحين معناتها راهو فما الجوريتم وفما ماكينات تخدم معناتها تعرف البرودوي هذايا من عند شكون جاي وتسترايكي تبعث لك التنبيه الاول تبعث لك الثاني الثالث. ربيع انت قلت دخلنا في نيغوسياسيون وتحكينا معاهم برشا مرات ما وصلتوا لحتى شيء معناتها ما وصلتوش معناتها النقطه واحده زوز ما بعثكم باش قلت انت سمحت برشا مرات مثلا الوزارات سمحت برشا مرات وانا نعرف ساعات تعمل عين مرات شكل لي برودوي نتاعك تشوفهم في 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 بقايا اما مع القناه الوطنيه اسكو صار تواصل صار كلام صار تواصل ومشيت بحذاهم وحال لدي للصلح وحبيت نعمل صلح مع بعضنا وكل شيء ولكن ان كانت ذلك بطبيعة الساعة ديجا الجانب المادي قال لك مستحيل انه يكون فما جانب مادي والتعويضات مادية على الخدمة اللي خدمتها معناتها اللي باش يعملوا ما ينجموش يخلصوك في خدمتك اول حاجه. ثاني حاجه معناتها حتى معناتها طلبت اعتذار على الاعمال الكل معناتها اللي سرقت ولا اللي فازت وكل معناتها يصير اعتذار رسمي ما صارش. فما اون جورناليست خذت الانيشيتيف في حصه نتاعها وطلبت اعتذار ولكن معناتها بعثوا لي بعد ما سكرت الشهاده محالها. ولكن معناتها الحكايه عندها برشا الحقيقه معناتها هما حتى تسكيرة هذايا اللي صارت معناتها من اليوتيوب عطاهم مهله نتاع 7 أيام انهم يسويوا الوضعيه انه معناتها شوفوا كيف تسكروا الفيديوهات ما كانش فما برشا تواصل وتجاوب فهمتني. وبعد التسكيره نتاع قول لي رب نفس النهار اللي معناتها صارت فيه المشكله هذه معناتها صارت مشكله ما اكبر عليا معناتها حتى الماتريال نتاعي حجزه لي انا معناتها نحكي على معناتها الرخص نتاعي في يدي اوراق الديوان معناتها خالصه كل شيء امريكا وزيدوا حجزوا لي الماتريال نتاعي وقتها هذا يا ربيع مع السترايك بالضبط في نفس اليوم بيدو اللي صار فيه السترايك وصارت فيها التعدي على الوحدين صارت فيه زاد كيف حجز معناتها انا تو الماتريال نتاعي معناتها محجوز عندهم من غير حتى موجود معناتها محجوز عند شكون؟ محجوز عند تو معناتها فرقه مقاومه الاجرام علاش؟ الانسان معناتها يخدم معناتها بشريكته وكل شيء ويخدم هكا في صوره البلاد وكل شيء وصير توقيت معناتها على الخدمه وكل المبرر شنيا ربيع المبرر انك ما عندكش رخص المبرر والله ما فما حتى مبرر يا سهري خاطر الاوراق كلها كامله 100% معناتها تراخيصي كامله اصلا الرخصه معناتها ماخذها من وزاره الداخليه والدفاع على الدرون بالطبيعه بيان سور معناتها الرخص موجوده ورقه الديوانه خالصه ديوانتها كل شيء مريكي معناتها يا اوكان بروبليم في الوهم ولكن حجزوها ما تفهموا برشا حاجات برشا تقلقات مانيش قاعدين نخدموا مرتاحين عندنا هذي الهزين اللي هذا يهز لنا خدمتنا وكل شيء معناتها ما كيفاش باش نعيشوا نحن معناتها يحبونا ديما ما نخدموش معناتها يلزم تتصلح الامور هذي باش نجموا نخدموا نقدموا بالبلاد انا الحال البوان اللي نحب نوصلوا له انه الناس الكل تولي تخدم مرتاحه لي زارتيست مثلا عبد عنده موسيقى عنده كذا ما يشريو من عنده ويخدموا معاه علاش معناتها يهزوا له نتاعو ويقعد نهار كامل هو يجري علاش واحد يصور تصويره كيف ينحيوها له ويمشي يستعملوها كيفاش باش يخدم الشباب كيفاش تحبهم يقدموا واذا كان واحد مثلا يعمل لوجيسيال ويل بو با لي بروتيجي معناتها يجي واحد ما فماش حقوق معناتها الكوبي رايت يجي ويهزوها ويستعملوها هذا الكل ماذا بينا كان يتصلح وماذا بينا نقدموا القدام والله الحقيقه راهو معناتها انا الحادثه هذه مؤلمه على الاخر بالنسبه لي
وصدقني تعب نفسيا توا تعب برشا 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 خدمة حقك حقك يا ربيع حقك وهذا حقك نار ايه؟ نار مش حتى حقي وحدي حقي وحق الناس اللي قاعدة تخدم الكل ثم برشا دي جون قاعدين يخدموا وهاربين من البلاد على المشاكل هذه قولك يا اخوي انا في بلادي نجي نصور رخصة تقعد لي خمسة شهور معناتها تقعد لي خمسة شهور هاني نصور توا انا هاني معناتها نخرج لبرا من تونس هاني توا حاليا نخدم لبرا من تونس معناتها في الدرنيير مو هاني هبت معناتها كاتخي دير ناتشورال في فرنسا تصور معناتها قاعد معناتها مش انت صورة تونس في تونس معناتها حتى البرا قاعد ولكن انا ما تعرضنيش هالمشاكل هذه ماذا بيا في بلادنا تتطلع وخلي اللي جاي يخدموا على ارواحهم وخلي نقدموا بهالبلاد. شكرا لك ربيع بن ابراهيم ذا دريمر شكرا لك و والله ايش نقول لك فيزا موضوع مؤلم استسهيل جدا استسهيل انه تاخذ خدمه الناس راهو عباره قبل ما نخلطوا قبل ما نخلطوا خدمه الناس قبل ما نخلطوا خاطر انا موضوع خدمه الناس وموضوع الشين يوتيوب هذا عندي انا سكوندير من بعد ما سمعت ربيع يحكي على فكين الماتيريال نتاعو انا راهو وزيره الثقافه عملت تصريح معناتها مؤخرا ما عندوش برشا اشهر التالي قالت انه باش يكون فما تسهيلات للتصوير شكون انه فما تسهيلات في الرخص شكون فما تسهيلات في الدرون انا ماذا بيا انك فك لك كثرت حكي جمله واحده نفهم السيده الوزيره ويني التسهيلات هذا واحد من المع لي كرياتور دو كونتوني في تونس يخدم في عباد معاه راه ربيع معناتها باش تبداو باش تبدا الناس في علمها راه عنده اون برودكسيون وعباد تخدم معاه ديجا معناتها يعني في مواطن شغل للعباد صورة تونس في العالم الكل قاعدة تدور باللي فيديو نتاعو جراس للي فيديو نتاعو الحقيقة نقطة استفهام كبيرة نرجع للقناة الوطنية لأنه مازلنا نحن في ميديا ماغ خلينا نحكيو جزء نعطي لي شيفر باش العباد تفهم وتفيق نوعا ما أنه قناة الوطنية راه 2.3 مليون فولورز فيها 2.3 مليون أبوني للقناة هذه قناة توقفت البارح وتنحات 1.6 مليار فيو فما على القناة الوطنية و 40 ألف فيديو منهم الإعادات متاع شوف لي حل متاع الأذوم الكل معناتها تنحى 600 ألف دولار سنويا راهو نحكيه على الشين يوتيوب تاع الوطنية قديش الدخل 600 ألف دولار سنويا نحكيه على مليار و 800 وينسى مشيو توا معناتها حتى لين تتسوى معناتها يسويوا الوضعية متاعهم راو يوتيوب ما يرحمش انا بصفتي اول قبل ما نكون اعلامي يوتيوبر راو يوتيوب ما يرحمش في اللي سترايك راهو ما يرحمش ويعطيك وقت ما تمش يجي يقص لك ديريكت راهو يعطي 7 ايام تنبيه وكل شيء مازال معنا ربيع لا مش معنا سي بون قص ربيع مشي مشي ربيع مشي ربيع دونك الحقيقه نقطه استفهام كبيره يوسف كبيره برشا وخساره كبيره برشا فهمتش هذا ينم معنى الجهل من الاداره انه كي تهز معناها محتوى نتاع خدمه انسان اخر راهو كيفاش معناها استسهال ما فهمتوش بالحق معناها انا الحق نتاع ربي نحب نفهم حاجه بركه هذا فكان الماتيريال لازمنا نفهموه ما دام عبد عنده رخص وباش يصور علاش يتفكلوا الماتيريال نتاعو هذا اول حاجه هذا وزاره السياحه قالتها راهو مش هكاك نحن نحكيو راهو قالت يكون فما تسهيلات للتصوير وباش يكون فما تسهيلات للترويج صوره تونس للدرون لترويج صوره تونس وكل شيء وثاني حاجه اخويا قناه الوطنيه مومون دوني سامحوني في الكلمة ما المسامر المصد هذية لازمها تتنحى من بلايسها ويجيو جينيراسيون أخرى تخدم لأنه من كارثة لكارثة قاعدين نمشي وخنقولوها بالفم والمليرة وقناة الوطنية مشكلتها أنه ما فماش عباد تخمم راو ما نعطيوها من الاخر فيزا خلينا نفسروها من الاخر فماش عباد تخمم ما فماش دم جديد ما فماش هكايا روح جديده الناس مازالت تخدم بعقليه قديمه ومسيبه هكاك معناتها نحن نخسروا 600 الف دولار في العام على خاطر عبد ما يعرفش يخدم خدمته اون توكا شكرا ليك فيزا العرفاوي ميرسي بوكو ميديا ماغ بون ويكاند تلقاوها كالعاده ميديا ماغ على الباج فيسبوك نتاعنا راديو اي اف ام يلا خلينا نتعداو لسوجي واحد اخر غدوه 29 اكتوبر هو اليوم العالمي للجلطه الدماغيه لطف عليكم وربي يحفظ الناس الكل هذاك علاش تحت اشراف وزاره الصحه غدوه فما يوم توعوي للجلطه الدماغيه في عدد من الولايات باش نحكيو اكثر على اليوم هذا معنا في المباشر دكتور شكري مهيري رئيس الجمعيه التونسيه لطب الاعصاب اهلا وسهلا بك سي شكري مرحبا سي شكري الدكتور قبل ما نبدا وخلنا نحكيو على اليوم التوعوي اللي باش يصير في عدد من الولايات كما قلنا خلينا نحكيو شنو هي الجلطه الدماغيه اول حاجه الجلطه الدماغيه هو مرض
في أغلب الحالات يمثل متقدمين شوية في السن، اللي عندهم ضغط الدم، اللي عندهم مرض السكري، اللي عندهم ارتفاع الدهون الكوليسترول في الدم، وتلقى لهم انسداد في الشرايين اللي تغذي المخ، وتصير لهم جلطة دماغية، ويعني تسبب في إعاقة وفي شلل نصفي وفي مشاكل اللي تجم تكون خطيرة. دونك الشريحة العمرية اللي معناتها يصابوا بالمرض هذايا، لطفة على الناس الكل بالطبيعة، هي الكبار شوية في العمر، ما فما ديكا نتاع الصغار 80% ولا أكثر فوق 50 سنة، لكن تجم تصيب الصغار. فهمت، هو معناها فما الأسباب الرئيسية نتاع الجلطة الدماغية هو تصلب في الشرايين اللي هو مش أكثر للكبار، اللي عنده كما قلت لك السكر وشحم في الدم والتدخين والميزان مرض السمنة واحد، كل شيء كله يتسبب في التصلب بتاع الشرايين ويتسبب في الجلطة الدماغية. السبب الثاني هو الاضطرابات القلبية، سواء الدقة بتاع القلب اللي تبدأ مش منتظمة، ولا اللي تبدأ عند مرض في الصمامات بتاع القلب، ويصير تخثر في القلب وتكون كتلات من الدم المتجمد في القلب اللي هي بعد تمشي للمخ وتسد عروق في المخ وتتسبب في الجلطة الدماغية. أنا فما الأمراض نتاع القلب تمس الشرايح الكل بالأكثر الصغار اللي تحت 45، من السن نتاع 5 سنين حتى 45، إذا كانت في جلطة دماغية 99% راهو اضطرابات في القلب. مع مشكلة في القلب، باقي الكل والشريحة العمرية المتقدمة ثم يبقى المشاكل اللي القلب يجب يكون يتسبب في الجلطة، أكثر الحالات هو التصلب في الشرايين. شنو الحل باش نتفاداو الجلطة الدماغية الافيسي؟ شنو الحل معناتها اللي العبد لازم يعمله في الكوتيديان تاعو كل يوم بتبيع الديبيستاج، ولا معناتها انه يمشي يراقب روحه؟ وهذيك اهم حاجه. الحل ثم وقاية اولي، فهمتني، وثم وقت ظهرة الأعراض متاع الجلطة الدماغية تجم تكون خفيفة المرة الأولى وتجم تكون في علاج. احنا عطينا الأول بأول هو الوقاية، بل ما تصيرين لتصلب الشرايين. الوقاية شنية؟ إذا كان اللي يفوت 40 سنة كل عام يمشي يعمل بينو على الأقل مرة في العام، إذا كان مش مرتي في العام يثبت عنده شي مرض السكر، عنده شي ارتفاع في الدهون في الدم، سواء الكوليسترول التريجليسيريد وغيره، يثبت اللي كانوا يدخن نظام التدخين عامل كبير اللي يتسبب في التصلب الشرايين، ارتفاع ضغط الدم. في هذا واحد يمشي للطبيب الاسره ولا طبيب الهيئة الصحية الأولية في السونتي دباد، يمشي يثبت التنسيون تاعو، إذا كان عنده ضغط الدم يخدوه انت ضغط الدم وينقص شوية في الملح ويرد باله على روحه، وقال لي عنده السمنة يعمل شوية ريجي وينقص في الريجي، تعطي الرياضة، فهمتني، الرياضة مهمة حتى هم عندها أهمية قصوى، فهمتني، والغذاء انتانا مالوريزمون، احنا الغذاء نتاعنا المتوسطي تاع قبل اللي ناكلوا الخضروات وناكلوا السلطه وناكلوا الماكله نتاعنا التقليديه نتاع تونس، دورناها بيتزا وفرماج وش اسمه كل شيء مقلي في الزيت، تمشي تسويت اكل فاست فود، اكل كله شو كله يتسبب في ارتفاع دهونات الدم ويتسبب في التصلب نتاع الشرايين. اي باهي، مره من بعد قديش دكتور انه واحد ياكل هكاك؟ مش كل يوم تحب تقول؟ اي مش كل يوم، زي 30 مره بعد قديش؟ اما الواحد احنا لو ريجيم ميديتيرانيان سلمنا فيه. وي وي، علوركو عنا الخضر والغلال وكل شيء متاح قدام الدكتور. غدوة اليوم التوعوي إن شاء الله في عدد من الولايات، كان نجمو نحكيو أكثر، شنو باش يكون موجود في اليوم التوعوي؟ في اليوم التوعوي هو مش تكون فيه خيمات في تونس بحث القبة الأولمبيك، بحث القبة نتاع المنزة، وفي سوسة في سولا سنتر، في سولا سنتر مستير في تربة بورقيبة، مهدية مركز حماية الأم والطفل، وفي صفيقس في ساحة بيبحر الهادي شاكر، شارع الهادي شاكر قدام المسرح البلدي نتاع صفيقس. فهمتي، في الخيمة هذه مش يكون فيه أطباء أعصاب، في أطباء من المراكز الصحية الأساسية من الطب العامين، فهمتي،
ومش عندنا مطويات تواوير على الوقاية الأولية من جلطة دماغية. شنية الأعراض نتاع جلطة دماغية؟ خاطر مالرزمو وقت تجي جلطة دماغية تدخل الطبي باش يكون ناجع، يلزم المريض يجي للإستعجالي سواء في المستشفى ولا في شو اسمه المصحات الخاصة، والتدخل يلزم يكون سريع 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 جدا. ما كان فتنا ثلاث سوايع ثلاث سوايع ونص أربع سوايع راهو الجلطة نهائية وبقينا نجم نعملوا حتى شيء. وتولي فما ديسيكل وتولي فما ديسيكل اللي كان يجي على بكري، فما دويات نعطيهم للمريض اللي هما يذوبوا هكا التجلط اللي صار في العروق وترجع الدموية في الدورة الدموية في المخ، والمريض يجب يسترجع الحركية نتاعو، يكون عنده شلل نصفي يجب يسترجع الحركية نتاعو بنسبة حتى 100% إذا كان يجي على بكري. كل دقيقة يضيعها المريض 2 مليون خلية عصبية تموت. يحسب لطفي يا رب. واضح دكتور ان شاء الله. ولا بعنات احنا مش نفسروا شنو الاعراض نتاع الجلطه الدماغيه واللي هي حاله استعجاليه قصوى، ونفوا تعبينا المرحله الحاده هذيك شنو هي البريزون شارج في العلاج الطبيعي الوقايه الثانويه، خاطر الجلطه الدماغيه لازم تجي مره الاولى والواحد يخف بنسبة 70-80% وتعود المرة الثانية ويكون الأمور تكون تعكر أكثر فهمتي ولا إذا فما وقاية أولية. الأعراض نتاع الجلطة وش لازم نعملوا في الفترة الحرجة يدوب اللي صارت الجلطة، والتريزون شارج على المدى الطويل سواء في الطب الفيزيائي والعلاج الطبيعي والوقاية الثانوية باش الجلطة ما تعودلناش. هذا مش نركزوا عليهم إن شاء الله في غدوة في في الخيمات التوعوية وعندها مطوية النظام مع المواطنين. ممتاز جد. واللي عنده الضغط الدم نجمو نقيسوله، واللي عنده السكر نجمو نثبتو للسكر في وقته. باهي برشا. وإن شاء الله العباد تفهم الجلطة الدماغية السبب الأول للإعاقة العضوية عند المسنين. السبب الأول. والسبب الثاني للوفيات في تونس. والسبب الثاني كيف كيف للفقدان الذاكرة والشرف الشرف العباد كل تحكي عن مرض الزيمر. دكتور الجلطة الدماغية هي السبب الثاني للشرف. أنا جست عندي سؤال لأنه يعني برشا عباد تطرح فيه البريود الأخرانية هو الليفي متاع الفاكسان متاع الكورونا، هل صحيح معناتها يتسبب فما معناتها عنده بار كبيرة في تسبب في جلطات دماغية للعباد؟ في حالة شدة أنا حالات شدة شوية حتى معناها حالات بيتعدوا على الأصابع. لا معناها المسنين وقت يجيهم الكورونا مهدين أكثر من اللي صار. أنت تشوف معناها الوفيات اللي صاروا لنا في تونس أكثرهم فوق 70 سنة. فهمت نقولوا 70 سنة ما نعملوش تلقيح وجي الكورونا ما يموت. فهمت كل المضاعفات نتاع التلقيح معناها حالات شاذة جدا معناها ما فماش ولذا نشجعوا المسنين باش يلقحوا كسوا للجريب سيزونير والكوفيد حاجه هامه جدا. شكرا لك دكتور شكري مهيري رئيس الجمعيه التونسيه لطب الاعصاب. شكرا لك. غدوه ما تنساوش 29 اكتوبر في تونس العاصمه بحذا القبه نتاع المنزه، في سوسه في سولا سنتر، في مستير تربه بورقيبه، المهديه مركز حمايه الام والطفل وصفاقس في ساحه باب حر بحذا المسرح. غاديك تلقاو اليوم اللي باش يخصوه الطب هذوما باش يراقبوا المخاطر هذيا للافيسي. لطف عليكم بتبيع الناس كل وبهي راهو ديبيستاج للكبار في العمر، هزوا والديكم هزوهم راو الباب مفتوح للناس الكل يراقبوا رواحهم يشوفوا رواحهم بشكيك الناس الكل تمنع. شكرا لك دكتور شكري المهيري. العشرة وخمسة واربعين دقيقة ترتيحة صغيرة راجعين معكم جونا ديز دوز حتى النصر على اي اف ام احلى راديو. العشرة وستة واربعين دقيقة شكرا على الاستماع وين ما كنتوا جونا ديز دوز على اي اف ام احلى راديو حتى النص النهار. كل الفريق معايا كالعادة. جينا الزينوبة اهلا وسهلا. اهلا اهلا مرحبا زينوبة. سبا نحويل الحمد لله. ايش فيك راقدة شوية مزل ليلة سبا سبا عينيك وين يساسوها؟ يلا نمشي لساسوها تتسيد ما مرشي. ساسوها من الفحص اليوم. اهلا وسهلا ساسوها.
خرجنا بونجور اي خرجنا الحمد لله بعدنا كي شويه ودخلنا انا الف مره قلت للمستمعين ما تصدقوا حتى كلمه كلمه تخرج من بقي انا ابا هكا مانيش انا قلت مانيش كل يوم في بن عروس وانت البارح قلت انا باش نقول لكم اللي هي في بن عروس اليوم انا سبحان الله معناتها يعطيك الصحه يعطيك الصحه احنا مانيش في بن عروس احنا في الفحص ما شاء الله شوفوا العباد قديش على الحوت نبداو نعشيو في الاسمام نتاعنا لقينا المرجين 11 و8 لاتشا 3000 بتريليا 14 و8 الغزيل 8000 دونك يظهر معروف الحوايط نتاعنا بالنسبة اليوم في الفحص معروف بالحوت نتاعنا تعرفوا انت يا تعرفوا انت يا انا ما نعرفوش شوف العبيد ما شاء الله عصبيح ما شاء الله خمسة وخميس من بحره من بحره الناس تجي تقضي يا بابا قالوا ما نعرفش شنايا قالوا يوصل للدار ودرشان الحوت لازم تجي تاخذ من بحره اي ما هي نموذج جديد هذايا القضيه تجيك للدار ودرشان في بالك شنو شكون تكلاشي انت راك توا في شكون تكلاش والله لا نعرفهم حتى واحد ما تجي القضيه للدار نموذج جديده قالت لك انا عندي صديق يجيب لي ميل للدار يرحم والدي حمزه صديق يجيب لي ميل للدار عرفوه القضيه ذي العمر اللي وصلت لي انا للدار الحوت الدنيا كنت تعرف شكون ابعث وخضر اي نبداو بال مشروع ساسوع جديد بالرسمي ساسوع اللي ما تحلوش المشروع ذي فكره يا ما تحلوش معايا حرب راه ورودكم محروبات يعني عايشكم يعيشكم احكيوا احكيوا على رواحكم يلا كملي الخضره كملي الخضره الا الا البطاطا بربي تحيه الخضره نتاعنا اللي مازال كي استفتح هو نبداو بالبطاطا نلقاها 15 نحكي لكم شعر اخونا شادي وفما حاجه ما قضاهاش ملح ودغال لا الخضره ما شاء الله حسيتني بالدم كله صبوا حسيتني بالعائله اسمع البطاطا وي الله والله ما حليل برشي يصير نضيف شو قد نضيف بالحق والله ما حليل ما شاء الله ما شاء الله ما ذكرك حد من هنا شهريته تسب لفانتوي مشايخ الحركه كسته بالخضره بالحم وجا شكفنا نحن لو دو ولو تروا والله ان شاء الله واحد ينزل يعطي الاسماء نتاعو في روبي مرحبا سامحنا ساسو كمل لنا الاسماء من مرشي الفحص يلا فما ناس راهي مهتمة بالفحص وربي تحياتي اللي زغوين الكل اللي فرحوا بينا وكبشوا فين هما كي نزيدوا كبشوا شوية تو نفطروا هما قالوا ثلاثة مرات انا راني على الصلصة نمشي تسمعوا فينا على الخاصة انا نمشي ورا لا مبادئ لا قيم البطاطا 15 جنيه ولد القمره لقيناه 18 جنيه الحار 15 جنيه كيف الحلوه 2800 القراعه 2300 البصل 12 جنيه الطماطم بدات تغلى يا جماعه نلقاو على 2500 معدنوس 600 سفناريا دينار بتجين 17 جنيه البسبيس 17 نتعديو للغلة خلينا نعملو دورة هكا في المرشي لهنا نلقاو المرشي ودفا مغاديكا نلقاو السوق اي السوق ان شاء الله تعاونوا واحد الكلام كي يروح على اللطف يا رب قلنا المعدنوس ب 600 كيف كيف الكلافز وكل السفناريا لقيناها بدينار بتنجان 17 جنيه البسبيس 17 جنيه الرومين 500 فرنك العنب 5000 التفاح 4000 لانزاس نلقاو على 5800 الدقلة عرجون الدقلة أرخص برشا من تونس نلقاوها 6500 المدالينا 4500 السفرج 1500 تعدينا زادة للعلوش كيما لقينا الأسوام العلوش 32 الكلهم يبيعوا على 32 ما فماش هكا الزيادة نتاع 5 بيه ودينار في كل زازا والاخر يقول لك علاش 34 تقولوا انت علاش 34 يقول لك خاطر الكاليتي وخاطر الكليون نتاعي مش كيما الكليون نتاع الاخر دونك لهنا الكليونات الكل كيف كيف خلينا نكلاشيو شوية زازارة اللي زازارة زازاز منهم ساعات تلقى وراي نحبكم الكل راهم ساعات تلقاك وليد عمي تبيع 35 وتقول لي كاليتي انا كاليتي ما نعرفش عاشي علو 32 مرقيز مرقيز مونتاج والله لين على لقمة المواطن معناتها حرام عليك انت ما ينجم يشري كان من عندك خاطر المنطقة هذيك فيها كان زازار وانت تبيع له ب 34 و 35 وغيرك يبيع
على 31 دونك حرام، نحكيو على حرام هكا دونك لعلو 32 مرتين. اي حاجه تجيني من غرفه اللحوم راني نبعثها لك، تصرف انت معاهم. والله لي والله لي والله حكيت معاهم الكل. انا بقيت يقول لك للي اللي الناس اللي تلقى 34 مثلا غالي يحكيوا معاهم راهو يرخصوا لهم، معناتها ما تحشموش، معناتها فهمت، نجموا نتناقشوا يطيح لك 2000 ثلاثه تطلع انت رابح، حتى كي عندك فلوس طيح ما يسالش. المركز 18 دينار، الدواره 17، الدواره 7 دنانير، راس نلقاوها على 10000، الكبد تو هو اللي يعرف الدواء. انا كي قلت 17 متعديت راك قلت لي اوكي. الكبده 35 دينار، البقري كيف كيف يتباع لهنا على 32، والبركوس الناس اللي الناس اللي عندها غاز اكثر قالوا لي على خاطر كي بكثر في غاز 32 دينار، ما غادي كابتشيو دجاج على 7590، دونك الاسكالوب ما غادي 16.5. دونك هذيا اسوابنا في البحث، يجيو بحذي. والله ذكرت جربه كيفاش يجيو كدينا وك الجو اللي عملت في جربه. تعالوا والله ايه قالت لك زينب تعالوا زين زي باش نمشي نلبس اسوال جربه باش ندوروا الجربه. اي نهز الفانتوز الشيخ تاع الحوت وشيخات كثير زاد بدني في الجربه، كان يجبد بنزارتي. شوف جربه باش منك مني حلول مريول ان توكا تاع العهد البائت باهي معناتها تكسح زين تكسح. عايشكم بلي تحيه اللي لابس فيا كل صباح. تلبس وحدك. شكرا لك ساسوها ميرسي بوكو. نتقابلوا غدوه ان شاء الله، غدوه نتقابلوا نهار الاثنين. نهار الاثنين بون ويكاند ساسوها، بون ويكاند. نتقابلوا نهار الاثنين، يلا نمشيو توت للكوجينه مع زينو. اهلا وسهلا بزينو. اهلا وسهلا. ايش نحوال؟ سافا الحمد لله. ايش عندنا اليوم؟ اليوم معنا بامبيردو خفيفي، معنا خفيفي خفيفي. اللي عنده خبز والدار يخرج، اللي عنده خبز قاعد يخرج. دونك جوست اليوم بامبيردو نجمو نعملوه سالي والا سكري. سكري بيان سور. باهي دونك شنو باش نسحقوا؟ الخبز بيت، اي خبز عنا قاعد في الدار. يجينا بالحق انا من احسن اللي بتديش عندي، نحب نعمل بامبيردو الى العشيه كي نحب حاجه حلوه مع قهوه. نعمل بامبيردو بي، والخبز باي نوع تاع خبز، يجيب باغيت، تجيب خبز سميد، الخبز البرجر، تجي سربني، اي حاجه موجود باي خبز أي عندك موجود في الدار. دونك شنو باش نسحقوا؟ باش نسحقوا العظام. بي للبامبيردو سكري باش نسحقوا عظام وحليب وسكر وزبده والخبز، وللبامبيردو سالي باش نسحقوا عظام وحليب وملح وفلفل اكحل وشويه هكا مثل شو اسمه زعتر ولا احبق شيء فحات، معناها الفحات اللي عندكم بتيت النجم وهكاك الهريسه المهروشه زاده تجي سربنينه والحليب والزبده بيان سور. دونك شنو باش نعملوا للبامبيردو سالي؟ اول حاجه باش ناخذوا على عظمه كيس حليب، نحلوا كل عظمه في شويه ملح فلفل اكحل ونفوحوها بالزعتر كليل اللي عندكم، حاسيلو بالاحبق شيح شويه نعناع شيح زيد نجمو نفوحوها بالقدي، ونخلطو كل عظمه بالقدي بالقدي بالفحات ونزيدو عليها كيس حليب. باش ناخذو لي ترونش نتاع الخبز نتاعنا وباش نقصوهم، ومن بعد باش ناخذو المقله ننفخوها في الزبده، كان ما فهمش زبده نجمو نحطو مارغرين، وننفخو كل خبز في الحليب اللي بالعظم ونطيبوه على المقله يمين ويسار، معناها القديم ومن تالي لين تحمر اكل خبزه بالقدي وتبدا منفخه وبنينه على الاخر. اون فوا سي بون باش نحطوها على الصحن نتاعنا، نجمو نزيدو مثال جبن، نحطو هكا موتزاريلا من الفوق، طومات سيغيز، نحطو طون بولي، نجمو نعملو صوص بالشاميل زينوها من الفوق، نجمو ما نعرفش عندك دجاج قعد نفتفتوه الدجاج من الفوق وشويه بيستو هكا نزينوها، نجمو نحطو طومات سيشي. اسمع اللي عندكم في الفريجيدير تنجمو تزينو، تنجمو تعملو ديزي بوشي في الفوق هكا ومعها صوص بنيديكت من الفوق. مش ما جبتلنيش زينو هو بنين كي تاكل سخون يو يوم اسمي عنا راه كوجينا مريتيز دوما تدخل على اليسار. اش فيها مارو فيها المارو بيش حد شاي الغاز والحاجة برام يشري لي غاز حد فاك سي حامد شوف لنا برام يشري لي غاز شوف لنا خذ لنا غاز شايخلكم الحركة خذ لنا غاز جاي رمضان وكله اليوم شقو فطرنا شقو فطرنا ونسحر ونعملهم الكل. دونك
نتفنوا فيه قد ما نحبوا، يجي نجمو زيد انا نحطوا فيه صوص بيتزا وموتزاريلا وشويه طن شويه كبار وزيتون وفلفل بار العبيد، يجينا هاكا بامبيغ جو الا تشينيزين زعما نجي ياسر بنين نشيخو الفرنسيس باش يشكيو بينا عندك توا غرفه اللحوم والفرنسيس والتلاين بالحق والله نجمو نتصرفوا في كوزينتنا كيما نحبوا ونتفنوا فيها كيما نحبوا. غنجه راهي زينوبه تعمل البامبير دو بالهريس بالهريس والله يجربوا صارها هريسه وشويه سلطة بشوية وعظمة وكعبة فلفل تولي سلطة بلانكي ولك ردي جديد سلطة بلانكي ما عادش بامبير دو ضخمتها ياسر اي بامبير دو ما يبدا يتلطلط الخبز هكا طري بنين والله بنين على الاخر سينو البامبير دو سكري باش نعملوا نفس لي زيتاب دونك باش نحطوا عظمة عليها مغرفة سكر وكيس حليب ونخلطوها بالقدي مع بعضهم وباش ناخذوا كل خبز باش ننفخوا بالقدي في كل الحليب وناخذ المقلمتين نحط لها الزيت الزبده بلوتو ولا المارغرين ونبدا نطيب الخبز معناه من لي دو كوتي ونزيد نفتفت عليه شويه سكر باش يبدا كل لي في كاراميليزي يتقرمش بعد تحطوا فوق نوتيلا تحطوا فوق فريز تحطوا فوق فرامبواز معجون تنجموا تحطوا فيه كراميل بيرسالي وكان عندكم كعبه شو اسمه هو تفاح ولا انجاصه قريب تتهلك نقصوها ونذبلوها بشويه زبده نزيدوا معها شويه كاني صغيرات يا شيخ عليها يجيب لنا بنا بنا على الاخر صورتو هكا في برانش نتاع نهار الاحد دونك اعملوها تنجموا هكا تعملوا لي دو فيرسون سالي سكري بري ريتو البامبير دو شو اسمه بالعربي هكا بوغانجا كتبت خبز فرنسي محمص الله الله هذيك انا عملت البامبير جبتي مش خبز ضايع اي خبز ضايع ملي تلوح ربي والله هكا احلى القوره يعملوه بامبير جو احنا نعملوه لبلادي نحن نعملوه سلات بلانكيت شكرا شكرا ليك زينوبا بون ويكاند طيب لنا بالكدا في الويكاند يلقاوك على الستوريات نتاعك بالطبيعه في الانستغرام بيلي جورموند كل عاده تشوفوا لي روسيت نتاعها لبنان وجيب لنا زين في ميكس والكينج عمل عليه اغنيه بلي اسمعها شويه باش تحطها توا نونا ريت حري يسمعون بعد الميتيو والاخبار سول كينج يا البحري راجعين معكم حتى النص النهار